بها موضوع المحامي موريتانيا دولة قانون تسعى من أجل أن يكون لها كل نصوصها مؤمنة وعلى المستوى المطلوب دوليا كسائر الدول مثل منطقة غرب أفريقيا كل قوانينها كل العقود والاتفاقيات التي يتفق عليها الأطراف أن تكون محررة من طرف محامي وموثقة من طرف موثق. وهذا في الحقيقة له تداعيات كثيرة. التداعيات الأولية هو أنه يوفر لكل المتعاقدين أمن وطمأنينة على علاقاته فيما بينهم، كما أنه هو بنفس المستوى يوفر لجميع المستثمرين محليين ودوليين أن يكونوا مطمئنين على تعاملهم مع الشأن الموريتاني ومع السلطات الموريتانية ومع المتعاقدين الموريتانيين. هذا هو اللي جعل الدولة الموريتانية تسعى بالتشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين وبالتشاور مع كافة الفاعلين الاقتصاديين محليا ودوليا على أن تكون كل العقود التي يتم إبرامها تكون محررة من طرف محامي وموثقة من طرف محامي. وهذا نص تعديل طرا على القانون التجاري سنة 2015 وظل به العمل. في الآونة الأخيرة قامت الحكومة بتقديم اقتراح تعديل لهذا القانون. الشيء اللي نتج عنه تعبئة واسعة على مستوى الوطن وعلى مستوى الدولي، لأننا عندنا ارتباطات كثيرة داخلياً وعندنا ارتباطات كثيرة دولياً مع كافة المنظمات المحامين، سواء اتحاد المحامين العرب سواء المؤتمر الدولي للمحامين، وكل هذه المنظمات في الحقيقة تهتم ما يهمها ليس فقط مصلحة المادية للمحامي، بل ما يهمها وما يهم نحن المحامين الموريتانيين هو أن ترقى الدولة الموريتانية إلى المستوى الذي يطمع اليوم جميع العلاقات المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. طيب. حتى لأن هذا الشأن أساسا لطمأنينة الجميع ولأمن الجميع، حتى تكون كل العقود مبرمة من طرف محامي وموثقة من طرف موثق. هذا هو اللي يخلق هذا التعديل. تحركت الهيئة من أجل أن تفهم الحكومة وتفهم البرلمانيين. ما هو التعديل لو سمحتم، ما هو التعديل بالضبط ليكون المشاهد على التعديل يقول عن الاتفاقيات والعقود التي يتم تحريرها من طرف المحامين تتعلق فقط بالأصل التجاري، والأصل التجاري مسألة ضيقة، في حين في عقود في موريتانيا تبرم هنا بسقف مئات الملايين من الدولارات، وهذه الاتفاقيات بحاجة أن يكون محامي يشرف ويساهم في تحريرها. هذا هو اللي يجعل نحن نتحرك ونطلب من الحكومة أن تراجع هذا الموقف. وفي الحقيقة كنا عندنا وقفة اليوم أمام وزارة العدل، ولكن وهذا بشارة، السيد معالي السيد وزير العدل اتصل بنقيب المحامين مساء أمس وطلب منه عقد جلسة معه، واستقبل اليوم النقيب ومعاه كافة أعضاء المجلس وناقش معهم القضية. وقال عن الحكومة عنه ذلك النقاش، وقال عن الحكومة مستعدة لدراسة القضية مع المحامين كي تقوم بتعديلات يطمئن لها المحامين، يطمئن لها المستثمرين والممولين وكل الشركاء الموريتانيين، حتى تكون هنالك ضمانات. وفي الحقيقة الوزير كان عنده كل استعداد، ونحن بالحقيقة هذه بالنسبة لنا بشارة. نعم. الحكومة بدأت استعدادها للتفاهم مع المحامين من أجل أن لا يتم التعديل كما كان، بل يكون التعديل فيه
حماية دولة القانون، حماية المتعاقدين، حماية المستثمرين، حتى تكون كل العقود. تصوري معايا عقد تقريبا من 100 صفحة، والله من 200 صفحة، هذا مهم أن يكون فيه محامي. أنا شخصيا في بعض الزملاء اللي شاركوا بعض الأحيان في عقود من 200 صفحة و 300 صفحة، هذه العقود متبعثرة وفيها عدة مواد تتطلب التقنية حتى يطمئن الجميع. نحن موريتاني تفتخر، وهذا حق، تفتخر بجو الأعمال، جو الأعمال جيد، وجو الأعمال والانتماء لدوينج بيزنس هذا يتطلب مسائل كثيرة. يتطلب أولا أن تكون كل العقود على المستوى ويقوم بتحريرها من هو أهلا وله القدرة على تحريرها. نحن لا خلاف بيننا مع الموثقين، نحن نتكامل فيما بيننا. ألا يمكن للموثق تحريرها مثلا؟ كيف؟ ألا يمكن للموثق تحرير هذه؟ في جميع أنحاء العالم، بجميع أنحاء العالم العقود والاتفاقيات ودساتير ونظام الشركات خصيص المحامين، سواء كان في غرب إفريقيا، سواء كان المغرب العربي، سواء كان في الدول الأوروبية. ودور الموثق هو أن يوثق لا أن يحرر، هذا معروف في جميع أنحاء العالم. ونحن بالنسبة لنا نتكامل مع الموثق، المحامي يحرر حتى تكون التحرير على المستوى التقني المطلوب، اعتمادا على مرجعيته، اعتمادا على علاقاته مع جميع المحامين في العالم، يشارك في المؤتمرات الدولية ويكتسب منها رؤية وفنية تمكنه من المشاركة ومن إعداد هذا النوع من العقود، اللي هي عقود متعقدة. هذه عقود في الحقيقة متعقدة، تتطلب فنية كثيرة وتتطلب كثير من العمل، مستوى المحامي ومستوى الموثق، ونحن طيب متكاملين فيما بيننا. طيب هل هذا التحرير تدخل فيه عقود المواطنين مثلا البسطاء كالبيع والشراء وهكذا؟ كل هذه العقود أساسا تتعلق بعقود البيع والشراء. تصوري، ألا ترى أن المواطن، تصوري معي بيع منزل، بيع عقار، نحن هون للأسف الشديد نبيع المنزل وكأن نشتري عالمة. لا بد أن نشعل لعقود بيع العقارات. مثلا في السنغال عقد بيع عقار محفظ يطلب إجراءات كثيرة، يطلب أولا تدخل محامي من أجل عنه يحرر العقد، وبعد ذلك تقام بكل التحريات. هل هذا العقار عليه رهنية؟ هل هذا العقار عليه ضمانات؟ ولا بد من القيام بترويج على وسائل الإعلام حتى يتأكد الجميع أن هذا العقار غير محفظ. تصوري معي كذلك عقد شراكة في ميدان تجاري، عقد تأسيس شركة، عقد استغلال منجم، استغلال معدن، استغلال ميدان معين، هذا يتطلب فنية معينة. هذا يشمل العقود ذات الحجم الضخم. نحن نعتقد أن العقود المهمة يجب أن يكون المحامي له دور أساسي ويتكامل مع الموثق. والحقيقة لا نفهم لماذا البعض لا يرى هذا التكامل. يعني أنه تأمين فعلا هو الأساس بالنسبة لنا احنا كمحامين. الأساس يعني هذا إشراك المحامين في التحرير يوفر الأمن، يوفر الجودة، ويوفر التقنية المطلوبة اللي يعامل بها في جميع أنحاء العالم، سواء كان في السنغال، سواء كان في المغرب، سواء كان في الجزائر، سواء كان في تونس، سواء كان في الدول الأوروبية. الناس تتعامل على أساس هذا حتى تكون الجميع مطمئن. موريتانيا، رئيس الدولة في خطابه الأخير قدام الجمعية الوطنية صرح أن موريتانيا تسعى من أجل ضمان الأمن لجو الأعمال، والطمأنينة لجو الأعمال تتطلب الفنية والمهنية الدقيقة لتحرير كل العقود التي تربط الأطراف. فإن تم ذلك فتكون موريتانيا مؤمنة، والجميع عندما يتصل بموريتانيا يقول إيه أنا مستعد نستثمر في هذا البلد، لأني تأكدت من جودة الأداء فيه وجودة العقود التي تربط الأطراف، وحرص السلطات العمومية على أن تكون كل العقود محررة تحرير فني وعلى المستوى المطلوب.
هذا بالحقيقة دعاية كبيرة للبلد. وأين كان هيئة المحامين عند أبو البيوع التي أثارت مشاكل كثيرة مؤخرا؟ مواطنين الذين باعوا منازلهم. للأسف الشديد، للأسف الشديد كل ما يجري في موريتانيا هو إبعاد المحامين من هذه العمليات. هذا تتكلمي عنه أناس باعوا عقار وكأنه علمت وكأنه بقدر سجلت. لماذا يتم بوثيقة في غياب المحامي؟ لماذا يوثق الموثق هذه البيوع وأنتم لك موثقين عرفيين؟ نحن لماذا الموثقين الرسميين لا يشن هجومهم على الموثقين العرفيين الذين لا أصل لهم قانونا؟ هؤلاء الموثقين العرفيين هم الذين وراء كل هذه العقود التي أفقرت الآلاف من البشر في هذا البلد. لماذا لا يركزوا على خطورة هؤلاء الذين أصبحوا يوثقون عقار يساوي عشرات الملايين يوثقوه بجملتين؟ هذا لا يجوز في جميع أنحاء العالم. لا بد من عقد يتعلق بعقار، يتعلق بمنجم، يتعلق بشراكة، لا بد أن يكون مدقق. أنا قلت لك عن فيه العقود اللي تزيد على 100 صفحة 200 صفحة في بعض البلاد في موريتانيا. لكن لماذا تثورون اليوم ولم تثوروا من قبل؟ لا، نحن هذا التعديل وقع 2015 وكان به العمل. الحكومة مؤخرا اعتمدت هذا التعديل، ولكن هذا التعديل مازال مشروع، والحكومة وعدت بمراجعته، ونحن مطمئنين لذلك لأن الوزير كان صريحا ودقيقا في الوعود التي قاله، ونحن سنناقش معه وسنعمل من أجل أن نجد أرضية تجعل العقود والاتفاقيات في موريتانيا مؤمنة حتى تكون نموذجا في العالم، وكل المستثمرين يتوجهون إلى موريتانيا بسبب جودة العقود وأهمية الأمن هذه العلاقة بالنسبة للسلطات العمومية. طيب، ولكنك لم تشرح لي التعديل بالضبط. التعديل النص الأول كان يقول عن جميع العقود لا بد من أن يحررها محامي وبعد ذلك يوثقها. التعديل اجعل عنه ينصب على ما يسمى بالأصل التجاري، بالفرنسيين قالوا لفون دو كوميرس. لفون دو كوميرس الحقيقة مجهول في موريتانيا. مثلا إنسان عنده حانوت، نعطيك مثال، عنده حانوت يخدم فيه من زمن طويل يكسب به قيمة تجارية، هذا هو اللي قالوا لفون دو كوميرس، مع أنه مجهول في موريتانيا. لفون دو كوميرس أو الأصل التجاري مجهول في موريتانيا. نحن نعمل من أجل أن هذا يكون يعم على الأمور، لا يكون منصب على الأصل التجاري بل يكون منصب على جميع، لأن الهدف هو تأمين العلاقات التعاقدية وجعلها على المستوى التقني المطلوب ليقبلوا ويلوذوا جميع المستثمرين في العالم. هذا هو المهم عندنا. وبالنسبة نعرف عن السلطات العليا مالي مهم عندها، يعني موريتانيا تعود نموذج من حيث جودة العقود وجودة الاتفاقية. طيب، متى ستقومون؟ هل أجلتم الوقف أم أنكم نحن نقيب المحامين والمجلس جلسوا اليوم مع الوزير، مع السيد معالي وزير العدل، وأعطاهم طمأنينة، أعطاهم طمأنهم على التوجهات التي تقوم بها الحكومة. نحن أجلنا فعلا الوقفة وراجعين عنها قاعد قد ما تخلق بين اللي النقاش لا يستمر مع 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 سيد الوزير العدل من اجل ضبط هذه الامور حمايه لموريتانيا وحمايه لدوله القانون. طيب، وفي حال لم يتم التجاوب؟ انا بالنسبه لي الله اللي عن التجاوب موجود، انا ما اختار الله اللي عن لا 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 لا, لا مجال للتشاور. أنا شخصياً كنت اليوم في جمعية المحامين اللي انعقدت بعد اجتماع النقيب والمجلس مع السيد الوزير العدل، وفي الحقيقة خرجنا بطمأنينة، مطمئنين على العلاقة ما بين نحن والوزير العدل وما بيننا مع الحكومة، لأن نحن عون الحكومة من أجل جودة
الأداء في موريتانيا وجودة العلاقات العقود والاتفاقيات حتى أن تكون نموذجا في المنطقة كاملة. هذا هو المهم عندنا ونعمل من أجله. إذن السيد المحامي إبراهيم اللبتي كنت ضيفنا في برنامج الحدث، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء.